السلام عليكم. المهم انا من الضحايا ديال الحريق، كنا طلعنا للعيون بغينا نحرقو، عطينا فلوس قال لك لا غدا كاينه الخرجه، مشينا للنقطه فصارت لنا النقطه وما جاو، عندنا شي 5 طوموبيل ديال برادوات جاو هزونا بقاو غادي بينا صحراء من العيون حتى لبوجدور، بين بوجدور والداخله. اين تمايا نهار الاول جلسنا فواحد البلاصه كنفخو الزودياكات، قال لك نحرقو ما كتبش ما حرقناش، رجعونا الصحراء. قال لك المنزله طلعت، المنزله البحر طلع، قال لك صبار شي 15 يوم، صبرنا 15 يوم كيجيبوا لنا نص بيدود الماء، خبزه كارمه ولاطه ديال التون في نهار كامل وطونيك كتصبر. عاوتاني جابوا لنا لغدا، جابوا لنا المانط، قال لك بقاو هنايا حتى 24 في الشهر. اين عاوتاني حتى 24 شهر جوج كنا حنايا، طلعنا في شهر جوج فيه 6، من شهر جوج فيه 6 الى شهر 3 فيه 11 عاد خرجنا بحالنا من الصحراء. المهم هي هذيك بقينا معاهم شهر وخمس ايام كيجيبوا لنا الماكله ناقصه، حنا كنا 14 واحد ما كنشبعوش ما كنشربوش مزيان، كنديروا ديك الشيء بالتنظيم، كنا عايشين ديك العيشه بحال الحبس. كيف كانوا كيتعاملوا؟ بحال الحبس، تعاملوا معنا بالعنصريه، ديرها ولا ها يصلخوا ها يضربوا، يعني دير عقلك بزمنك ما عندك ما دير. ها عندهم السلاح، عندهم الغابره، عندهم كل شيء، عندهم كيديروا التاريخ في جميع الحوايج. المهم هي هذيك بقينا تما صابرين معاهم، صابرين حيتاش ما عندنا كيفاش نديرو نخرجو، كتشوف الخلا كتقول لي لا خرج تنموت الله ما صبر. كنتو غدري كانوا العائلة؟ كانوا معنا الدراري هما اللي كانوا معاهم البنات، كانوا معاهم شي 3 البنات، حنا كنا شي بزاف بينهم. المهم حنا عشرة وكنا 15 واحد 14 واحد، صافي صبرنا شوف شهر وخمس ايام ما هضر الا مع والدينا لا مع حتى واحد. صبرنا كنشوفو بقاهم يومين رمضان، يومين رمضان هي هذيك جمعنا الدراري قلنا نخرجوا بحالنا باش ما عطى الله، عشنا هو هذاك موتنا هو هذاك. اين خارجين ضربنا واحد 60 كيلومتر، طلعنا واحد الراجل نعتنا الطريق ان تخرجوا على الشانطي، خرجنا هي هذيك خرجنا بحالنا صافي. اين واحد السلاح كيجراح الجمال هو اللي خرجنا صافي، خرجنا صونينا والدينا ديك الساعات وكذا وهذا صافي. هي هذيك خرجنا بحالنا، جينا بحالنا قال لك انا صوني هذا السمسار، قلنا صبروا حتى المر العيد علينا، صبروا. كيفاش راسو كيفاش درتو راسو؟ صافي خرجنا كانت واحد الساقيه ديال الماء اللي كيجيبوا لنا منها الماء هي اللي خرجنا ليله، خرجنا لواحد الساقيه لقينا واحد الكودرون صغير هي هذاك انا قاصدين عليه، قاصدين شي 60 كيلومتر ولا 40 فيه، انا غادي نيشان تلقينا واحد الشانطي كبير فيه الطوموبيلات والرموكات، انا واحد ستاسيون تما بصوني لوالدينا باتنا في ديك ستاسيون لا غدا خرجنا بحالنا وصافي. هادشي اللي كاين بقينا نصونيو له قلنا صبروا صافي كاين هو. المهم اخاي ديالي حنا كنطالبوا من السلطات، حنا كنطالبوا رجعنا حنا مسلفين الفلوس ما عندناش، مشاو لنا التليفونات ديالنا، مشاو لنا فلوسنا، مشات لنا الصحه ديالنا، رزاونا هاد الناس هاد رزاونا. هذيك الايام شفتوا الموت؟ الموت الناس هادو كنشربوا غلاقه وحده كنشربوها في النهار، ولا شربتي النهار المزيان عندك كاس الماء طاس الماء كتشربوا. والناس هادو على ما بالنا حنايا فهمتي بحال المنظمه بحال بوليزاريو وكذا، يعني السلاح فهمتيني، عندهم سلاح عندهم العالم وكيخدموا في التهريب كيهربوا الممنوعات العالم اشد انواع العالم العالم. واحد اللي كان كيهضروا على حقهم كيقولوا لهم باغي نمشيو بحالنا، كيقولوا لهم سيروا لا الطريق يلا سير خرجوا لا عرفتي الطريق خرجوا سير يترحموا عليك اصحابك كيهضروا بديك الهضره ديالهم بديك الحسانيه ديالهم. واحد خيا حط له رجله ودازوا عليه بالطونوبيل وواحد راه قتلوه فهمتي متاب العطش وكذا متاب العطش كيعذبوا بنادم. لا والو ما كيعطيوك شي تشرب ما راه خصك ضروري تقول لوالديك انا مزيان انا بخير فهمتي، وانت ما مزيان ما بخير ها كي فهمتي كيعذبوك وكذا منك ضروري تهضر معكم مره الاولى تقتو به انه غيحركوك. وحنا ما على بالناش فهمتي، حنا خصنا كنفكروا في الغربه، شنا الدراري 20 ديالنا مشاو حتى حنا بغينا نطلعوا فهمتي نبدلوا الحياه ديالنا وكذا ندبروا على راسنا فهمتي. راه اي واحد كيسمع فهمتي الغربه كذا راه كيفكر في والو كيف فهمتي، خصو يطلع يدبر على راسو يصوفي والديه فهمتي، راه خصها اللي كانت الحاله مقاوده عليه. وحنا فهمتي كنطالبوها من الامن ياخذنا حق ديالنا من هذا السيد هذا فهمتي باش ما كان. دابا هادشي اللي عشتي باقي تفكر تحرق مره اخرى ولا؟ لا والو ما كذبش ما عادش يفكر، خايف الحريق مره حقدونا على الغربه مره والله هاي مرة مرض بالكلاوي عنده الحجر في الكلاوي، كنا كناكلو حاشاك فهمتي بحال كناكلو على الرمله، راه بنادم راه حاشاك ديك الاخر ديال الجمال كان ياكلو، الجمال كان ياكلو والله العظيم اشد الانواع ديال هذا، يعني ما كناش متوقعين داك الشيء. حنا مار حنا سحبنا الحريق كنا واخدين واحد الفكره في الحريق تمايا في شكل هادشي غتركب غتمشي صاب، اما مشينا لتمايا غنلقاو داك الشيء في شكل بنادم ملتم وكذا كيدعوا انهم بوليزاريو، خصوصا بنادم تمايا برانيين كازاوا وديك الدراري قالوا لهم بوليزاريو ولا حاجه كذا وصافي فهمتي. مشينا حنا تصدمنا، مشينا داك الشيء تصدمنا بقينا مصدومين، حنا كنطالبوا من الامن والسلطات فهمتينا باقي كنعاودوا ياخذوا لنا حقنا من هاد السيد. تا
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.